السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبنائي الطلاب، طلاب الصف الأول المتوسط. اليوم إن شاء الله بنستعرض معكم مذكرة التدريبات النهائية. في هذه المذكرة وضعنا بعض التدريبات الهامة اللي بنراجع بها على منهج الفصل الدراسي الأول في مادة اللغة الإنجليزية. إن شاء الله بنبدأ نراجع جزئيات مهمة من منهجنا، كمان عندنا بعض القواعد والكلمات المهمة، وناخد المذكرة دي كتدريب للاختبارات النهائية. الاختبار النهائي بيشتمل على بعض الأسئلة، أولها طبعا سؤال القواعد choose the right answer. لو عطاني جملة بتقول لي we am ولا is ولا are ولا be at home، وهنا بنختار R لأن we بيناسبها، R مناسبة للجمع. الفرق بين am و is و are إن R بتناسب الجمع، is بتناسب المفرد، am بتناسب I فقط. They will meet وعطاني Monday، أيام الأسبوع بيسبقها حرف الجر on، إنما الشهور والسنوات بناخد قبلها حرف الجر in، وأوقات الساعات وكلمة night بتاخد at. نروح نشوف الجملة اللي بعد كده، open door please. إذا كان الشيء وحيد في مكانه ومحدد ومعروف بيسبقه أداة التعريف ذا، فنقول open the door please. بعدها don't out now. إذا استخدمت don't للنهي أو الأمر المنفي بناخد بعدها الفعل بدون زيادة، فنقول don't go out now. أحمد will travel August. August عندنا زي ما قلنا اسم شهر بيسبقه حرف الجر in. أوكي. بعدها there is apple، كلمة apple مفرد معدود بادئ بحركة، فنضع قبله am، فنقول this is an apple. بعدها عندنا that is bag. إذا كنت بنتكلم عن شيء يمتلكه شخص بناخد قبله صفات الملكية، فنقول هنا that is your bag. your bag يعني شنطتك أنت. نروح للسؤال اللي بعد ذلك خاص بالكلمات، ضعها تحت الصور، واضح وسهل جدا. كل كلمة يناسبها صورة معينة بنحطها تحتها، زي كلمة بص، ماب، إيميل، إيربورت، وكلمة فاميلي، ديشز، تيث، بيبي، كلها كلمات سهلة. نكمل جزئية الاختيارات، والجزئية اللي عندنا حاليا خاصة باختيار الكلمة المناسبة. We can، خدنا هنا watch TV. watch TV يشاهد التلفاز، دي كلمات مناسبة لما بعدها. April is a، April ده اسم شهر، فنقول هنا April is a month. month يعني اسم شهر. They can، ناخذ play تناسب football، play football. We can with pens، بالأقلام نقدر، we can write، نكتب، write الاختيار المناسب، write نكتب بالقلم. طيب my friends cook good dishes، dishes هنا يعني أكلات، فناخد معها cook يطبخ. المثال الأخير I can pictures، pictures صور، نقول هنا I can take pictures، أستطيع أن ألتقط الصور، take pictures. ما ينفعش ناخد طبعا sleep ولا run لأنها لا تناسب الكلمة التالية لها. يبقى هنا في تدريب الكلمات بنختار الكلمة المناسبة اللي تناسب ما بعدها أو ما قبلها، زي watch TV، زي play football، زي write with pens، وهكذا. نشوف الجزئية اللي بعد جزئية الكلمات. طبعا اللي احنا خدناه إلى الآن هو اختيار قواعد وكلمات. نروح بعد ذلك هنكمل أسئلة القواعد. عندنا اختيارات خاصة بالجرامر،
زي أحمد أخذنا معها إز، زي ما قلنا أحمد يناسبها إز للمفرد. That is a girl, a girl, a girl، فتاة، girl مفرد معدود بادئ بحرف جي ليس حركة، خدنا A. I want to take، نقول هنا my pen، my pen يعني قلمي، لما نتكلم عن شيء أمتلكه أقول my. We will play, play in رياض، in رياض، رياض مدينة يسبقها حرف الجر in. My teacher is from Egypt، معلمي من مصر، فبنقول هنا قبل الدول from، زي لما نقول I am from رياض. طيب بعد كده these are my books، books جمع خدنا لها these مناسبة للجمع القريب طبعا. can you بيأتي بعدها الفعل بدون زيادة فنقول هنا can you help me please. السؤال التالي عبارة عن مجموعة من الكلمات ينقصها حرف، بنحتاج طبعا نحفظ الكلمات حفظ جيد ونروح نشوف كل كلمة ايه اللي ناقص فيها من حرف نحطه عند الشرطة، زي مثلا الكلمات اللي مذكورة أمامنا في تدريب الحروف الناقصة تحتاج مننا حفظ جيد، زي كلمة Saturday، زي كلمة Morning، زي كلمة Afternoon وهكذا، نحتاج نحفظها حفظ جيد عشان نقدر نحل كويس. تمام، هنشوف الجزئية التالية بعد ذلك وهي خاصة بالقطع. أوكي، هنترك أمامكم الكلمات بحروفها الناقصة نركز فيها شوية عشان نعرف طريقة حل كل كلمة والحرف اللي نقص فيها حسب حفظنا للكلمات، طبعا نحتاج نحفظها كويس عشان ما نضيعش فيها. قلنا الجزئية اللي بعد كده أنا عندي قطع، بنحتاج نقرأ القطعة ونحدد الجمل التالية true ولا false، true صحيحة، false خاطئة. الجملة الأولى في القطعة الأولى بتقول لي he is from رياض، فقلت هنا if حسب القطعة he is from جدة، إنه هو من جدة مش من الرياض. He is a student، جملة صحيحة تماما على حسب طبعا النص، أنا ما بنحددش هنا if ولا t لا خطأ ولا صح إلا بالرجوع للقطعة تمام. طيب it is always cold in his country، هل بلده دائما الجو فيها بارد؟ على حسب القطعة، القطعة بتقول إنها hot حار. طيب in winter درجات الحرارة عندهم بتوصل بمقياس فهرنهايت 84 درجة، الجملة صحيحة. طيب the people here are normally very sad، الناس دايما هنا في البلد دي sad حزينين، طبعا هذه خاطئة. بعد جمل الصح والخطأ بيجيني جملة واحدة اختياري، نقوله إبراهيم is 4 ولا 14 ولا 15 ولا 50 years old، على حسب القطعة كان عمره 14. القطعة الثانية هتتحل بنفس طريقة القطعة الأولى بالضبط، هنشوف الجمل اللي عطاها لي true ولا false، صح ولا خطأ، ثم نروح للجملة الاختيار. تمام، يبقى عندنا قطعتين، أنا ما بنجيبش في القطعة حاجة من راسي نهائيا، مجرد إن أنا بنقرأ القطعة ونحدد الجمل اللي عندي صح ولا خطأ أو نختار الإجابة الصحيحة، كله بالاستخراج من القطعة. يفضل طبعا في سؤال القطعة إن أنا أقرأ القطعة في البداية ولا أقرأ الأسئلة في البداية، لا طبعا الأفضل إنك تروح تقرأ الأسئلة في البداية تشوف كل سؤال إيه مطلوبه بالضبط، بعدين ترجع للقطعة وتحدد الجواب المناسب لهذا السؤال. يبقى بنبدأ بقراءة القطعة بعدها بنروح نشوف ببدأ بقراءة الأسئلة بعدين بنروح نشوف القطعة ونستخرج الإجابة المناسبة لكل سؤال. طيب عندنا بعد ذلك موضوعات التعبير، موضوعات التعبير طبعا مفتوحة، أنا ممكن أغير في اللي مكتوب، أنا حطيت لك نموذج يساعدك، بس عندك تعبيرين، تعبير عن my favorite sport كتبه لك بشكل مختصر football is my favorite sport، كرة القدم هي رياضتي المفضلة، I like football بحب كرة القدم، I play football at school بلعبها في المدرسة، I play with my friends بلعب مع أصدقائي،
We often win دائما أو غالبا بنكسب. Football is a good sport وكرة القدم رياضة جميلة أو جيدة. ده موضوع عن my favorite sport. تقدر تغير لو تقدر تبسط شوية عادي. يعني أنا هنا تكلمت عن football، ممكن أنت تتكلم عن تنس، ممكن تتكلم عن باسكتبول، ممكن تقول جمل أسهل وأبسط، بس المهم تديني الجمل صحيحة بنفس أسلوبي اللي أنا كتبته لك. الموضوع الثاني هنتكلم فيه عن my best friend. أوكي، هيكون برضو بنفس الطريقة، أنا أعطيك كلمات مساعدة أنت هتكمل عليها أو أنك تحفظ الموضوع كاملا وتكتب لي زي ما هو بالضبط في الاختبار. أوكي، my best friend صديقي المفضل أو أفضل أصدقائي، هنكتبه برضو بنفس طريقة my favorite sport، ويكون مختصر وتكون جمل قصيرة. أهم شيء عندي نلتزم في الكتابة ببداية كل جملة حرف capital، نهاية كل جملة بنقطة. نلتزم كمان بعدد الجمل، يعني 5 أو 6 sentences، خمس أو ست جمل لا يقل عن هذا أبدا، عشان نقدر نعبر عن اللي أنا عايزه بشكل صحيح. أوكي، قلنا الموضوع الثاني هيكون عن my best friend أفضل أصدقائي، فأعطتك هنا نموذج. ركان is my best friend، ركان أفضل أصدقائي. He is 13 years old، تكلمت عن عمره. He is from KSA، تكلمت عن بلده. He is tall and slim، وصفته أنه طويل ونحيف. He likes English، بيحب اللغة الإنجليزية. هنا أنا أعطيك مجرد نموذج وشكل، عاوز تحفظه وتكتبه كما هو أوكي، عاوز أنت تكتب من راسك وتكتب لي جمل صحيحة ملتزم بطريقة الكتابة اللي قلناها قبل شوية، كابيتال في أول الجملة وفي بداية الأشخاص والمدن والدول وننتهي بنقطة في كل جملة، وتكتب لي مضمون صحيح وتمام التمام أوكي، بيكون مقبول منك تمام. أنا قلت إن شاء الله نراجع معاكم المذكرة بحيث إن إحنا نقدر نستفيد ونعلق على بعض النقاط المهمة في المذكرة لعلنا نستفيد منها، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والسداد، وإن شاء الله كلنا نجيب الدرجة النهائية. سعدت بكم ونسألكم الدعاء، ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي الأستاذ محمد أبو كيلة.